بجد عايزه منك اتنين في الصالون. انا اعتزلت التمثيل بسببك. يا عم انت سواء ميكروباص ولا مذيع ولا ايه؟ كوكو كوكو. انا مش ضايع، ده مجنون يا اخوان. ايه التوتر ده؟ انت كلك عبادك مضايقني. انت عايز كل البشر تسمع كلامي؟ اسرح تستفزني. انتوا جننتوني وعرقت واتبهدلت. لما برتبك شعري بيقف. قدامتني ولا ايه؟ انا مش عايز استكراهك. انت وترتني جدا بجد. وانت اللي هتلمعني. اتفضل استاذ ورنيش. احلى حواجبي يعني، هعمل اي منظر. خايف على فلوس اللي انت فيها. غلط يا عمرو كده يا حبيبي. واحد ما يدريش نسوي. انا عايزه المعك، اختصر. سألتك مستفزه بصراحه. ده انت نارك مش بعد يا عم. ما تلمعنيش، انا جاي متلمعه خلقه. الصراحه راحه يا عيني، انت ما بتعرفش. انا بلعب بوكس. انت ما بتوبش. انت ما تحسسنيش ان انا قاعد مع ترزي. انت مين؟ 3 2 1. اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجنا حلهم بينهم. انا نفسي الضيفه بتاعت النهارده تحبيني نص الحب اللي بتحبه السوشي. طبعا عرفتوا احنا بنتكلم على مين؟ بنتكلم على هالة صدقي. عطني وش عندك يلا قول. ايه التأخير الجامد ده؟ ليه انتوا اللي متأخرين؟ احنا؟ والله كل ما شوية يكلموني يقولي لسه مش عارفة ورانا ايه ورانا ايه ورانا. ورانيش حاجة مستنيينك. لا قالوا لي انت مش عارفة بتعمل كوافير، وبعدين قالوا لي بتعمل ميك اب، وبعدين قالوا لي مش عارفة قد بتستنى تعمل مانيكير وكده. فكل ما اسأل قالوا لي عنك انت بتتأخر. ماشي اوكي. 5 4 3 2 1. اهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجنا وجهه نظر. ضيفتنا النهارده هي الفنانه الجميله هاله صدقي. اهلا بيك يا هاله. اهلا بيك. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. الفنانه هاله صدقي، لو بدانا الحوار نقول كانت البدايه ازاي؟ بدايه التمثيل؟ ايوه يا راجل. مفيش يعني، انا كنت بلعب سباحه. تحكي لنا بالتفصيل. وبعدين وشافني الاستاذ نور الدمرداش، كانوا محتاجين سباحه في مسلسل، وخدني في مسلسل. كان اول حاجه اسمه ليا ابنتي العزيزه. اوكي ماشي اوكي. طيب واخر اعمالك؟ اخر اعمالي هي فوضى مع الفنان الجميل يوسف شاهين. نقله كبيره الحياه مع يوسف شاهين. طبعا نقله كبيره، اي عمل مع يوسف شاهين نقله طبعا لاي فنان، وخطوه كويسة لأي فنان انه يتحط في الفايل بتاعه. طب في وجهة نظر بتقول انك انت اتأخرتي قوي على الخطوة اللي من النوع ده. يعني كل واحد بياخد نصيبه وكل واحد بوقته. ما اجتهدتيش قوي؟ ها؟ ما اجتهدتيش قوي؟ لا ما اجتهدتش. بعترف طبعا ما اجتهدتش. وما ده اعتراف لبرنامجنا وجهة نظر ان هالة صدقي اجتهدت قليل شوية. عطني وش عندك يلا قول. رغم ان هالة صدقي بتتمتع بحس كوميدي الا انها عمرها ما استغلت ده في اي عمل فني. ليه؟ لا انا بس باستمرار بحاول انا مش بتكلم على اللايت كوميدي اللي هو الخفيف، انا بتكلم على الكوميدي ان الكوميديانه تصبغ شعرها ازرق تعمل يعني ده. ما حدش بيكتب كوميدي للستات، ما بيهتموش بالستات، الستات على طول اباجورات اكسسوار محطوطين كده، لكن ما بيحاولوش يستغلوا الستات. انت فين؟ انت ليه ما بتنتجيش لنفسك كوميدي؟ انا انتج؟ لا انا دوري على فرصتك بايدك يا هاله. لا انا فاشله في ناحيه الماديات دي، انا فاشله خالص. انا ما بعرفش. لا اعتراف تاني لبرنامجنا ان هاله فاشله في الماديات. بنضيفه للاعتراف الاول. يعني انا في الماديات زيرو. وما يعني اصل الانتاج ده تجاره. فاصل قصير ونعود مع وجهه نظر. لا يا شيخ. انا عايزك تلعلعي كده في الحلقه وتديني اجابات. انا مش عارف انت ليه بتقطمي في الكلام كده. انت بتنط في بق الضيف. انا طبعا بالعكس، انا اديتك فرصه تجاوبي. ليه يا شيخ؟ والله عايزك تلعلعي كده. لا لا اعمل ايه يعني؟ تجاوبي الاجابه اللي توصل للجمهور ببساطه. انت قصدك بتلفي قوي يعني، في بتطولي في الكلام فالناس بتتوه منك. يا شيخ اوكي، انت قدمت ايه قبل كده؟ البرنامج ده ده اول برنامج له وانتاجي. وانتاجك. لا يا شيخ. ما قوليش كده. لا لا انت بس والحلقه تبقى هي. لا لا اعمل ايه يعني؟ يعني فوقي معايا كده. اقوم ازغرط يعني ولا انت عارف تزغرطي؟ طبعا بجد؟ امال انا فنان شامل، فنان بيعمل كل حاجه.
طيب اوكي ماشي. والمذيع المفروض انه بيدي ماشي. يلا بينا. لا استنى انا بكلمك. سوري يا راجل اتفضل. ايوه دي ملهاش علاقه بالمذيع بقى انه انك انت لما حد لا اصل بيكلموني بس في الاير بيس فمش لا لا انا اهم من الاير بيس. طبعا صح طبع. لما حد بيكلمك ما تقطعوش يعني ايه تخلص معاه الكلام دي الالف ب الذوقي. اوكي عطني وش عندك يلا قول. طب يلا نرجع من الفاصل يلا. طب يلا لطيف انت قوي. ميرسي قوي ربنا يخليك والله. محتاجه منك اتنين في الصالون عندي. هيسلوا الضيوف كده. بيكون عندي ضيوف وكده بيبقوا عايشين عندهم ملل. فين سماح؟ فين مين؟ انت مالك بقى؟ سماح؟ انت خليك في شغل. لا احنا بنسجل دلوقتي مفيش سماح دلوقتي. والله انت بتسجل؟ طب ما تسجل قولي. يلا نسجل يلا. عشان انت جاهزة؟ ما عندكش خبرة. انت جاهزة؟ لا انت ما عندكش خبرة. جاهزة؟ 5 4 3 2 1. هلا صدقي. انت ايه بتستخدم معجون سنان حل؟ يلا تاني. 5 4 3 2 1. بتصغر لي ليه؟ انت بتصغر لي ليه قبل ال لا ده انا ببتسم لك. لا انت بتصغر صغرت لي ورحت عامل عشان ما نوقفش كتير بس عشان ما نوقفش كتير. انت 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 ما عندكش خبرة خالص في الشغلانة اللي انت بتعملها. طب يلا 5 4 3 2. لا استنى شوية مش وقته بقى عايزة ابقى لطيفة عشان وقت بس انا مأجر الاستوديو. لا مش مهم مش الوقت. مهم الوقت عارف ليه؟ لان انا بقابل الناس فالناس لازم تشوفني كويس. انت زي القمر. طبعا زي القمر من غير ما تقول مش مستنية رأيك بس. طب ارجع عشان تاخدي اضاءتك بس على بس. لما اجي اصور انا عارفة اضاءتي انا انا. طب انا جاهز يلا. انا مش جاهز. انا لما اجهز هقول لك. انت جاهزة دلوقتي؟ لا مش جاهزة لسه انا بقى جاهزة نفسيا هقول لك. ده غرور يعني وتعالي شوية على الجمهور؟ لا الجمهور ملوش دعوه خالص. ما الجمهور الجمهور عايز برضو يعني يتفرج على الحلقه وعايز ما هو يعني الجمهور ما بيتسجلوش ده. الجمهور ما بيتسجلوش ده. انا عايز امشيهم بدري حرام. هما الجمهور قاعد واقف قدام التلفزيون. انا عايزك تعملي حلقه وتلعلعي فيها. هو الجمهور واقف في ميدان العتبه حضرتك. يلا لعلعي كده في الحلقه. لعلع اعمل ايه يعني؟ مش فاهمه يعني ايه لعلع؟ يعني تنوري يعني. انور؟ بس معيش الكابل بتاعي ما جبتوش. انت خريج ايه؟ نعم خريج ايه؟ انا لسه بدرس. لسه بتدرس يا حلوه يا اختي جميله يا اختي والله. طب يلا اشتغل. عطني وش عندك يلا قول. جاهزه خلاص؟ تاخدي وقت طويل قوي على ما تجهزي. نفسيا بحب ارتاح نفسيا. طيب انا بس هراجع الاسئله ونشوطها. اذاكر كويس عشان تعرف تسد معايا. يلا 5 4 3 2 1. النجمة هالة صدقي عمليات التجميل أفادتك؟ أنا لسه ما عملتش بس ممكن أعمل قريب. عايز أعمل في حاجة مضايقاني عايز أعمل. إيه هي؟ عايز أقصي شعرك شوية؟ لا ده ملوش تجميل. ما عايزة تظبطي مثلا بقى. ما هو التجميل ملوش علاقة بالشعر. ما هو بص بقى ده الفرق. ستوب معلش ده الفرق بقى بإن إنك أنت تبقى كمل مش ستوب. لا كمل إيه؟ مش هينفع نكمل. طب خلاص اتفضلي. أوكي ستوب. انا قلت ستوب. يلا اتفضلي. ده عشان انقاذا لك انت عشان الناس ما تقولش عليك انك سوري جاهل وانك مش فاهم. عمليه التجميل حاجه وقص الشعر حاجه. مش بيغير الشكل وخلاص؟ لا في فرق. نيو لوك ده تغيير الشكل كويس. لكن لما تعمل تجميل بيبقى في الوش في البشره في البتاع. لكن لما تقص شعر ده مش تجميل. انا حبيبي بقول لك عشان مصلحتك انت يا ابني. انا عارف مصلحتك علشان انت بما انك اول مره واضح انك مش طب يلا 5 يلا 4 3 2. ده انت غلبان جدا. 1 يا حلوه. النجمه هلا تاني عشان لا والله ده انت جميل خالص بجد. عايزه منك اتنين في الصالون. طب ما تاخدي حاجه في الصاله برضو جا. لا لا ما عنديش. هو خدي عشان الشقه كبيره انا عارف. يلا 5 يلا يا هالة. عايزك تلعلعي كده. لا قولي مدام هالة عشان انت مش صاحبي تقولي هالة. يلا مدام هالة هتلعلعي مدام هالة ان شاء الله. احنا معانا النهارده هالة صدقي. مدام هالة صدقي عايزين نسالها عن اعمالها اللي جايه. لسه بجهز حاجه ان شاء الله قريب. طب ليه اعمالك اللي فاتت كلها فشلت؟ ما هي لو كانت فشلت انت ما كنتش استضفتني اصلا. ستوب ستوب. قولي الجمله تاني عشان انت توترتي فقلتي الكلام بس. لا انا ما توترتش. ما قلتي استفدتني. لا انا عايزاها كده. ناخدها كده؟ اه طب كملي جاوبي يلا.
انتوا بتعملوا ايه؟ هو انتوا مونتاج ولا كات ولا بتعملوا؟ انا كل الحاجه اللي مش هلاقيها مناسبه هشيلها في المونتاج، انا بقعد في المونتاج بايدي يعني. انت كمان؟ اه لازم. يعني انت اول مره تذيع واول مره تنتج وكمان هتقعد على المونتاج؟ اه طبعا. لا يا شيخ، مش بخاف على فلوسي. الكوفته اللي انت فيها انا بخاف على فلوسي. فلوسك ايه؟ اه طبعا. ده انت كده تفشل في ما ينفعش. اصل بص، لما تيجي تعمل حاجه لازم يبقى عندك خبره فيها. كل واحد بدا في الاول ما فيش اولا خبر. انت ولا فايف؟ لا لا استنى بلا فايف. لا بلا فايف بلا بتاع. بص بقى، انت واضح انك انت حتى تشوفك مش عارف تحترمهم ولا عارف تتكلم معاهم كويس. ازاي انت نجمه كبيره مدام؟ لا سيبك من نجمه وزفت والكلام الفاضي ده، انا بحبك والله وبحب شغلك. بس معلش، صرف النظر، سيبك من الكلام ده. بس فعلا لمصلحتك، انت مش حلو انك انت تتعامل مع الناس كده. اللي هو بحبك اتعامل. اللي هو يلا عايزين نعمل حلقه قويه. لا قويه، مش عايزين نفقد الايقاع. بص بس. لا لا، انا اعرف اعمل حلقه كويس واعرف اعمل حلقه قويه، ومش انت اللي هتقول لي انا اعمل حلقه. احنا عايزين نعمل حلقه ملعلعه. ايه ملعلع يا ابني؟ هو انت قاعد في ايه ملعلع 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 ملعلع؟ انك انت تبقى لطيف مع ضيوفك، انك انت تعرف تحترمهم، تعرف تجيب. انا بحبك يا مدام هلا وعايزين نلمعك. بصرف النظر، سيبك من الحب والكلام الفاضي ده. يعني خليك ديسنت شويه، فاهم؟ اشتغل يلا. اعطني وش عندك يلا قول. هل صحيح ان اهم حاجه في حياه هلا صدقي هو سوشي؟ ليه؟ هو مش اهم حاجه، هو من اهم الحاجات في حياتي. اللي هو ايه؟ سوشي. اصله محترم. كلب. كلب. واخد بالك؟ امال ليه قاسيه في تعاملاتك مع الحيوانات؟ خليني بتكلم. ليه بيتقال انك قاسيه مع الحيوانات؟ ما هو انت يا تتكلم، انت عندك ضيف صح؟ يا انت تتكلم يا الضيف يتكلم. انت سالت سؤال. بصي يا مدام هلا، انا بحاول الاقيكي بتخرجي عن موضوع الحلقه. كويس يا حبيبي. يا حبيبي بس يا بنتي. ده انت غلبان غول. عشان ما يوتروناش بس اتفضلي. يلا. ده انت نارك مش معدي النهارده. ليه؟ صدق والله ليلتك مش هتعدي معايا. ما يغركش الوكي ده. انا بحبك على فكره، مش عارف بصرف النظر. مش عارف انت ليه واخده موقف عدائي مني كده. لا انت غلبان. طب ساعديني. طب غلبان ساعديني. لا ده انت عايز جلسات كتيره بقى. نبتدي النهارده. لا مش فاضيه. انا فاضيه لك. طب خلاص يبقى سيبيني اعمل ادور موضوع زي ده. عايز تعمل شويه الشويتين بتوعك بقى بفلوسك وتزعق وتعمل كده وتطلع عين، يعني تطلع عين الناس وكده. طب يلا 5 4 3 2 1. النجمه هلا صدقي، علاقاتك في الوسط الفني بيتقال انها فاشله ليه؟ هما بيقولوا كده؟ في وجهه نظر بتقول كده. حلو كويس. نعمة من ايه الحلو ان العلاقات تبقى فاشله؟ ايه الحلو في كده؟ ايه نعمه من عند ربنا؟ ايه النعمه في ان علاقاتك تبقى فاشله؟ ولا اللي هم شايفينها فاشله يحاولوا ينجحوها؟ هم اللي يحاولوا ولا انت اللي تحاولي؟ لا انا ما بحاولش احاول. طيب اوكي خلاص، اجابتك وصلت. احنا معانا جمهور يحب يشارك معاكي في الحلقه، لو انت تحبي تعالي نسمع وجهه نظرهم ونكمل كلام. اتفضل. ايه رايك؟ يلا. حد يحب يسال؟ اتفضلي يا انسه. مدام هالة، علي صوتك يا ماما، علي صوتك. مدام هالة، عملتي دور في عمر وسلمى، الدور كان صغير جدا وكان يعني مش لذيذ، كان تافه. إيه؟ دور تافه يعني. ايه ده بس يا ماما؟ بس اسكتي، خليني سيبي المايك ده واطلعي بره. ليه تطلع بره؟ يلا ليه تطلع؟ لا لا، اصل في لبقه في الكلام. ايه السؤال اللي هي بتقوله ده؟ لا هي عندها حق. يلا يا انسه اتفضلي. لا لا ما تطلعهاش بره. اتفضلي. لا من فضلك ما تعملش مع الناس معلش كده. معلش مدام. لا ما تتعملش. مدام مش فاهمه مود البرنامج. لا بس هي لو طلعت بره انا هطلع، انا همشي. ليه حضرتك تعرفيها؟ لا لا ما اعرفها ولا ما ينفعش. خلاص يا بنتي اقعدي. لو حد تاني هيسال سؤال كويس ماشي، انما السؤال اللي قالته صح وعندها حق. ده سؤال صح؟ سؤال صح وعندها بس حد قوي. لا مش حد. عموما ده اعتراف ثالث لبرنامجنا ان انت عملتي دور في عمر وسلمى ما كانش يليق بيك. لا طبعا. شفتي ان برنامجنا طلع من جواكي حاجات ازاي؟ يا عم وانا قلت ما طلع يا سيدي، هو حد سالني قبل كده وقلت لا؟ قلت لو اتسالت قبل كده قلت اه. طيب ايه ردك؟ ايه ردي؟ ان انا كنت حد تاني عنده اسئله؟ هتسالي سؤال زي صاحبتك ولا سؤال في عقل؟ سؤال من عندك. اتفضلي. مش عارفه في عقل من عندك زي. ربنا يستر. اتفضلي. مدام هالة، انا بحب حضرتك قوي. بس انا بحس ان انت ما بقيتيش مهتمه قوي بال ايه ده ايه ده؟ شش شش. الافلام اللي بتعمليها. ما تكمليش. لا لا ما تكمليش، عايز اسمع كلامك. خدي يا استاذ وائل المايك ده. منها احسن. ما تكمليش يعني. ايه يا ماما التخريف ده؟ انتوا بتاخدوا اسئلتكم من الاعداد مظبوط؟ بتقولوا الكلام من عندكم؟ الاسئله تبقى لابقه زي الاسئله اللي انا بسالها. عايز انت عايز ايه؟ انا مش عايزهم يجرحوا، بيقولوا حاجات حاده جدا.
هي البنت لسه اتكلمت عشان تقول وانا هستناها ما تخرف؟ هي اصلا لسه ما اتكلمتش. لا باين عليها انها تخرف باين. هي؟ اه. لا يا شيخ. لا ده انا عايزه سبعه. عجبتني. البيت بقى زحمه موت على فكره. لا عندي بيت كبير الحمد لله. اه. في حمامين ممكن واحد منهم عادي انا هتبقى لطيف. بس انا عندي ضيوف. انت دمك خفيف قوي. الله يحفظك. طبعا مصر كلها بتقول كده. مصر والدول العربيه على فكره. مصر والدول العربيه والمناطق المحيطه مش مستنيك تقول. انا مش هقول السؤال الرابع والخامس دول، هقول حاجه من عندي ماشي. هتجود يعني انت هتجود. انت هيبقى عندك خلق اخلق. قولي يا حلوه. قولي دلالتك مش معديه النهارده معايا. الشريط ده انا هاخده وانا ماشي. لا سوري مش هينفع اديكي نسخه منه. ليه؟ مش هينفع يا شيخ. مش قبل ما يتعرض. لا ان شاء الله. عطني وش عندك يلا قول. يلا خلينا نخلص. يلا 3 2 1. حاسه انك بتعمل اعلان عن نعناع مثلا او نعناع. فين سماح؟ والنبي لطيف ده انت غلبان يا عيني خالص والله. قول يا حبيبي قول. حلقها؟ اعلان حلاقه برضو. انت دمك شربات. لا ده انت غلبان خالص. قول. طب يلا قولي اللي عندك يلا. لا 5 4 3 2 1. النجمه هلا صدقي. استوب. خلاص جات لي الكريزه. لطيف. بقى تقدر تعمل اعلان سنين غسيل فرش سنين او معجون. سيبك من المذيع والكلام ده مش هجيب فلوس ومش لا بالطريقه اللي انت بتعملها تفشل يا بابا والله. بص قرطك رايحه جايه رايحه جايه. طب يلا 5 4 3 2 1. احنا معانا تقرير عايزين هلا صدقي تشوفه. ايوه ونكمل مع بعض. اتفضل. هلا صدقي، بصراحه انا كنت زمان بحبك بس دلوقتي مستواكي قل قوي. الفنانه هلا صدقي كانت كويسه جدا في الاول، كانت بتعمل افلام جميله جدا ومسلسلات حلوه قوي، دلوقتي بدات تنسح تاريخها. الفنانه هلا صدقي حضرتك انت عملتي فيلم تيجي نرقص، حضرتك الفيلم ده ما كانش مناسب جدا لسنك. هلا صدقي طبعا ليها تاريخ طويل قوي واحنا كلنا كنا عارفينه، بس هي في الفيلمها الاخير طالعه مدربه رقص وهي شكلها بصراحه مش ما ينفعش اصلا مدربه رقص تماما. صح. الحاجه نفسها قالت. صح. اللي انا عايز اقوله صح. يعني الحاجه قالت اللي على لساني. ما هو حضرتك لو هي لو انت فهمت الفيلم انه هي ما تنفعش تبقى مدربه رقص. ما هو لو حد فهم الفيلم يعرف ان هي وليه عامله فيلم صعب ومركب كده. احنا يعني ليه هو مش تعالي على جمهورك. لو جمهوري يبقى امثالك كده مش عايزه حاجه، عايزه اقعد في البيت. ده سبق جديد لبرنامجنا ان هالة صدقي بتعلن اعتزالها وانها بتقرر انها تقعد في البيت. احنا كسرنا الدنيا معاك النهارده. انت فظيع. انا بحترم صراحتك جدا. بس انت رزيل موت. رزين. رزيل عائل يعني. رزيل. رزين عائل. رزيل. لا ليل باللام. انت كمان ما انت كمان جاهل. طيب يلا اركني على ظهرك بس عشان اضاءتك. انت مالك عشان اضاءتك؟ شوف انت سامرش. مالك انت هتعلمني اضاءتي؟ انت مالك ليه؟ لو مخرج من جيل اشتغل معاك هتسمع كلامه. لا حاجة. لا لو هو جاهل مش هسمع كلامه. لما يكون راجل مثقف. طب يلا 5. اوكي يلا. يا ابني انت اسمك ايه؟ عمرو. يا عمرو قلت لك يا ابني حبيبي لما يكون حد بيكلمك استنى لغايه ما يخلص كلامه. و ما انا مش عايز شكلك يبقى مش كويس قدام ما انت ما استنى. انا عايزك تبقى ملعلعه. هي دي الفكره. يا دي الملعلعه دي. احنا متعودين عليك مبتسمه. متعودين عليك مبتسمة ودمك خفيف. باباك كهربائي؟ باباك كهربائي؟ يلا. لا أنا بسألك سؤال. لا لا خالص. أمال إيه حكاية ملعلعة ملعلعة؟ يعني منورة.
ما هو بس مش ما انا بسال باباك يعني في عندك مشكله في الكهرباء ملعلعه من اول الحلقه ملعلعه ملعلعه في مشكله عندك؟ لا انا بحب امسك مود واحد من اول الحلقه. ما تمسك تمسك امسك مود واحد امسك يبقى عندي لاين واحد يعني او كابل واحد كده من اول الحلقه لاخرها. يبقى بابا اكيد كهربائي اصلا بقى ولا يعني له علاقه بالكهرباء. قول يا ابني قول يلا قول يلا. طب اهدي بس مش عشان انت توترتي اهدي شويه. مش متوتره ده انت اللي غلبان. انت عمال تهرش انت ايه ما بتستحماش؟ 5 4 3 2 بلاش بقى الكلام ده ما تستحماش في الحاجة دي بلاش. لا يا شيخ. 1 النجمة هلا صدقي ليه بتوصف علاقتك بالحيوانات ان فيها قسوة شوية؟ انا؟ الست قاسية. ده اعتراف تامن لبرنامجنا وجهة نظر. طب اقول لك ايه ما تديني الاعترافات اللي انت عايزها وتمضي عليها؟ لا اقراها لك لجمهور وتخلص. انت لسه هتديني واحد واحد؟ هات اللي انت عايز تقوله وانا اقوله لك وتخلص. طب احنا معانا تقرير نشوفه. يخرب بيت تقاريرك اللي انت حاططها. ربنا يخليك. الله يحفظك. اتفضل. هالة طبعا الناس كلها عارفه ان هي بتحب الكلاب وان هي عندها كلب اسمها سوشي وبتطلع معاها في كل البرامج وكده. وهالة مفروض يعني انها مفهمه الناس انها بتحب الحيوانات. هالة هي ما بتحبش الحيوانات. اوكي بس هي بس بروباجندا كده معموله حوالين سوشي شويه وانا شفتها بتضرب سوشي كذا مره وكذا ومره اتقابلنا واخده معايا كلابي وكانت سوشي موجوده وكده وما يعني مش عايزه اقول هي عملت ايه في الكلاب عشان بس ما الناس ما تقلبش عليها لان طبعا بني ادم لما بيحب الحيوانات بتبقى فيه جواه نوع من انواع الحنيه والطيبه فيعني ما اعرفش مش عارفه اذا ينفع اقول ده ولا لا بس هلا ما بتحبش الكلاب وسيبكوا بقى من بروباجندا السوشي والجو ده. من حقك ما تحبيش الكلاب لكن تأذيهم لا. انتوا بتهزروا بقى ها؟ انتوا بتهزروا بقى. احنا بنهزر والفنانه ايمي بتهزر. صديقه زميل عزيزه. هتطلع يعني تهزر في برنامج زي ده؟ صديق عزيزه زميله. يعني قريبه منك وشايفه اللي انت شايفه تصرفاتك الشخصيه. ولا اعرفها معرفه سطحيه. في الحاله دي معرفه سطحيه. طيب ليه بتمثلي على الناس انك بتحبي الحيوانات والحاجات دي؟ ده بيزود نجوميتك؟ لا بيقللها. وهتستمري في ده. انت ايه رايك؟ ده اعتراف تاني؟ ده اعتراف عاشر. ده تاسع لبرنامجنا. ما تديني الورق اللي معاك ده وانا اقول لك انت عايز تقول ايه. فاصل قصير ونعود مع وجهه نظر. هيدي مناخشي. انا عايزك يعني تعملي حسابك ان ده هيتذاع. لا يا شيخ بس هيتزع ايه حاجات كتير قوي من اللي انت قلتيها الفتره اللي فاتت فعايزين الحلقه تفضل فيها وقت وعايز على العلعه تبقي منوره يا دي العلعه يلا 5 4 3 2 1 النجمه هلا صدقي احنا معانا تقرير تعالي تاني؟ نشوفه برنامجي معتمد على التقرير نشوفه ونرجع نكمل كده على فكره احنا كنا بنعمل فيكي مقلب واحنا بنحبك جدا وفيلم فيكي كانت تحفه وانت زي العسل وكنا بنحبك ما تزعليش فنانة هلا صدقي كويسة انا كنا بنهزر معاكي وبنعمل مقلب فيكي زي العسل ودمك خفيف جدا هلا صدقي بصراحة ممثلة مبدعة وانا بحبها جدا وبموت في كل ادوارها اذا كان مدربة رقص ولا غير مدربة رقص هتجيبي بقى كام في الصالون وكام هتجيبي كام واحد في الصالون وكام واحد في احنا وصلنا لسبعة احنا وصلنا لسبعة في اتنين في المطبخ اتنين في المطبخ احنا عملنا كل ده عشان احنا بنحبك انا عارفة احنا بنهزر معاكي دي كل الحكاية بس ايه موضوع انك بتضربي سوشي ده؟ ده انا تتقطع ايدي قبل ما اضرب سوشي طب ما ليه ايمي بتفتري عليكي كده؟ ايمي معرفه سطحيه كانت صديقه كانت صديقه كانت صديقه طب نشوف التقرير ده ونرجع نكمل انا اسفه بجد يا لولو ماشي مبدئيا يا جماعه ما ينفعش اتكلم على هالة خالص لان هالة مش هيكفيني برنامج ولا هتكفيني مجله كامله انا اتكلم على هالة ايه بالنسبه لي وهالة ايه كبني ادمه ويا جماعه سوشي دي بجد حياتها وانا اسفه يا هالة ان انا قلت كده بس قالوا لي ان انا المفروض اقول اي حاجه وحشه فما ينفعش اجيب حاجه فيكي لانك ما شاء الله يعني ما فيكيش حاجه وحشه بجد فمعلش بقى سوشي سامحني جت في سوشي المره دي بموت فيكي وبحبك ولو خلاص ولو بقت صديقه قديمه خلاص ولو خلاص بقت معرفه سطحيه انت نجمه كبيره يا مدام هاله وكلنا طبعا بنحبك وكلنا بنموت في شغلك من ربنا يخليك كله السينما بس انت خريج ايه بقى بجد بس والله سنينك بيضه ايه رايك بجد بقى احنا
طبعا كنا بنهزر معاكي كل الناس هنا في الاستوديو والناس اللي في الشارع وكل الناس كانوا بيهزروا معاكي عشان احنا عارفين دمك خفيف. ونشكرك جدا يا مدام هلا انك اتحملتينا ونقول لك كل سنه طيبه. عايزينك انت تشكري جمهورك وتقول لهم كل سنه طيبين. بقول لهم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم واستحملت رزلته عشانكم. بجد عايزه منك اتنين في الصالون. انا اعتزلت التمثيل بسببك. يا عم انت سواء ميكروباص ولا مذيع ولا ايه؟ كوكو كوكو. ده مش ضايع، ده مجنون يا اخوان. ايه التوتر ده؟ انت كلك عبادك مضايقني. انت عايز كل البشر تسمع كلامي؟ اسرح تستفزني. انتوا جننتوني وعرقت واتبهدلت. انا لما برتبك شعري بيقف. وانت ماتني ولا ايه؟ انا مش عايز الاستكراه. انت وترتني جدا بجد. ومين ده اللي هتلمعني؟ اتفضل استاذ ورنيش. احلق حواجبي يعني هعمل اي منظر. خايف على فلوسي. الكفته اللي انت فيها دي غلط يا عمرو كده يا حبيبي. واحد ما يدري ايش نسوي. انا عايزه لمعك اختصر. اسئلتك مستفزه بصراحه. ده انت نعرف مش بعد يا عم ما تلمعنيش، انا جاي متلمعه خلقه. الصراحه راحه يا عيني، انت ما بتعرفش. انا بلعب بوكس. انت ما بتوبش. انت ما تحسسنيش ان انا قاعد مع ترزي. انت مين؟ 3 2 1